قدم اللواء الركن عبد الكريم محمد الصبري وكيل محافظة تعز للشؤون الدفاع والأمن استقالته من منصبه. وبحسب مدير مكتب الصبري أسامة العامري، فإن اللواء الركن الصبري قدم استقالته بسبب ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة. هذا وتشهد محافظة تعز انفلاتا أمنيا وفوضى واسعة في ظل تستر ميليشيا الإخوان التي تسيطر على المدينة على عصابات التخريب، إلى جانب الكثير من التحديات التي تعرقل استكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي.